رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 43، جحودهم لقدر الله. من مسائل الجاهلية وحاكمية جحود القدر إلهي قدر كيس إن لدي ذولا إنكره أيا كمذا من مسائل الجاهلية بضن كود باديد شري أما قيبة كمذا يا إنكري شري رب سبحانه وتعالى قدر كيسا بجميع المراتب الأربع أفرتي درجة وقدر كلها بي إنكري شري بركودنا ويؤقلاين وفي بعض أشعارهم وأتكو أركيسا سيد عنتر بن شداد مره قواد عبلاها لها لا يحوري يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها يعني نين آذ وقيسي أساطير بدن لغا شيقوي في أشعار العرب وتاريخهم وأيامهم كبدن شيق شيقيسو مركا قبرب الله الله يمرك حولي عبلي أنا وماشي عبلي قال أني عبلي جادان تقريبا من الهاس يا عبل أين من المنية مهرب بور عبلي حق الله وقع عري بور جريدة يوتك ما لقى قلم يا شرة إن كان ربي في السماء قضاها إلهي سبحانه وتعالى هذا عرك كسو حكومه ما لقى كجب حسن جري يودني من ما شرب بور إذا إنك جاهل جاء عربات علو الله على عرشه أما علو الله سبحانه وتعالى مطلقا أن يقرها يا ثانيا القضاء والقدر مقرها يعني عقيدة مقررة عندهم بإسكاء هيت بركون وإنكرها ينقدرك ديوانك عن ترى تقارك بيت كاسي وحبضون اللمدة ويأمن سنين. أما زهير بن أبي سلمة كعب أبيه أصو في أشعاره وحدي بشون المسلم باتري مسلم باتري أورني ساعة ما كحسان بن طالب باتري مكعب بن مالك باتري والله يابس يعني ما قدم بهم والذين تاه في الدولة العباسية أموية شوك شروك عليه. إذن من مسائل الجاهلية وحكم ذا إلهي سبحانه وتعالى قدر كيس إلا إنكره قدر كنوات قانان إلهي سبحانه وتعالى قدر كيسو أفر مرتبو ليه قدر كنوا قرشين تا إيا مامل كالدوني دا إيا مخلوقات كقابك أسعدان إيا قابك الله أبوره إيسيد الله ورقبه أو خلاصة أوي وقرشين تا إيجان كوين تا ويدوني دا إيا كائنات كورنبا أفر درجون النقضاء عند المسلمين وأهل السنة والجماعة واتقانان كو علم الله السابق بما سيكون إلهي سبحانه وتعالى علم جيسه ريه شامل كائنات رمي يسوي وحكز الرب سبحانه وتعالى إنه يوقي هاي وعنده مفاتح الغيب سورة الأنعام كآخري قرآن قرآن باقرة هاي مثل هذا علم جا. إلهي سبحانه وتعالى علمه ري أيولي هاي وكوقي هاي وحكز طرع هاي بما سيكون إلهي سبحانه وتعالى وحا وقي هاي يدعي دونة يحل ودعي دونة وجملة وتفسيرا وقي هاي ميل بكقرة الكتابة لوح محفوظ بالغقرة وحكز تحل وأبور من دونه حل وربي أبوري مركو أبو رقابك ورق من دونه يعني وحي ربي سبحانه وتعالى سابق أها بما سيكون بما سيكون وحال غقرة لوح بكقرة. إذا العلم السابق بما سيكون وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ ودرجة اللبات إن ما القرى إلا في كتاب مبين في إمام مبين باركيسا إذا وحك استمال بقرية. إذا ربي سبحانه وتعالى وحي إيه هدنا الله محفوظ كقرية اللي إيه قلم كقر فجرى بما هو كان إلى يوم القيامة أي ربي سبحانه وتعالى هدنا وحود دوني إن هي مشيئة عامة إنه تشره وحي إنه رعه يعني رب سبحانه وتعالى وحي وهذا ملك قري وإنه أقل هذا رب سبحانه وتعالى أودون حلق الله تلقى إنه دعوه هذا لدونين أو رب سبحانه وتعالى مشيئة عامة أوسن لئما أنه وحي مدعها إذن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون به إلهي أدوسن دوني وحي سعون مهي إذن وعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى لجميع الكائنات إلهي إنه أقل وحكست علم سابقة wuxuu ogaa inuu ku qoray lahul mahfuz hadana uu doonay wax kasta oo dhacay inuu dhaco wax kasta inuu dhaco rabbi subhanahu wa ta'ala doonay martabada saddexaad waa in la abuuro wixii xilligiisa markii la gaaro
إلهي هو قال إنه وحي إنه أبو رأي قرش زنيد حلق وإن الإيجاد والخلق أفر تسوي أفر دادان له لو حصل عن ماي علم الله سابق بما سيكون كتابة ذلك في اللوح المحفوظ عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى إنه وحي وملك قري إنه أبو رم أودونه بعدين مرتبة الضم بيسوي رب سبحانه وتعالى أودونه إنه أجا إنه أبو رأو مركه وكو أبو رب قدرته الكاملة التامة أفرت هذا الرجوي أفرت هذا الرجو مركا ميت كم ده هذا ديدو وحد كترتا من مسائل الجاهلية طيب هذه أرض ميت خلق ديدو من مسائل الجاهلية قدرية كشيء قيبة كم ده هذه ديدو عموم المشياء من مسائل الجاهلية بعد كترتا هذه ديدو كتابة في اللوح المحفوظ لقوري تكذيب للقرآن العظيم وهو كفر قالم هديئة علم الله سابق بما سيكون إنكرتنا كافر بالله العظيم باتفاق السلف يعني هو مراتب سأسكد بيا الله مركا كفار قريش كميس رنين أما عربتو إن مسلاً الله وذي إنكر قيب كميدنا وقال إن قيبنا وديدي شيرين إنا كل شيء خلقناه بقدره وحكى استبقدر بقص علماء أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ومكتابة دي قرال كوي من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير وأسكو أكتهين حديث ابن عباس في الأربعين واتقانان وهول مسلم عند السلف الصالح إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها قرآنكم إن بذن بعل عليي إذن وحك استبي ربي سبحانه وتعالى دوني مركي كفار قريش أجادين إن نبغوا قاعدة داس يعقيدة قريرها هي بمركة قاركود قدرك إلهي سبحانه وتعالى بيسخل دان أدليشن ترين شيخنا واتلمامي دونا واتلمامي دونا قدرك عام سما الشيطان هو قيمة القدر وإلهي دوني تانك سؤود دونا وحو قرشي ما لو كقر حقا إنه أجا إنه أبو رمه يا أبو رهي الله أبو رهي مرك المشيئة والدوند وحين ودعه وإنه شيء دعه وقت يلا وطلق لي وقوع ذلك وفق علمه سبحانه وتعالى إنه رب أقراضه هي المشيئة أو دونه هدو دونه ويوحي دعم هاي وحي مرعا هاي مرك مشيئة وتاسوي إذن لبضى هوري علمك السابقة هي كتابه وأسكد بيريهين محايا لما سلد علمك هو واسفة كشفية أما وحاول أن صفة وحلو في ذوي وحلو عدي ما أها صفة تأثير علمه ما أها صفة ذيك تأثيرنا يسا أو وحي كاب دليسا أما كوقص بيسا ما أها هو صفة رب سبحانه وتعالى من صفات ذاتية رب سبحانه وتعالى أصوك أبورا هي حاجة أنك أبوري وحوقي هاي أظنك أبورين با سوونك أبورين وحوقي هاي وحط ما يندنت وحا ثمين دون تورن خيرا وشرا انت عالفن انت ضلي انت ضعون ما شات قدام بين واحد كبي خامي ودم ربي اوغي ميلبس كقرت اذا ميل لو قصب لو ما قصب وحا ادون باتاي وحا ثمين ودم بان لا سوده وا اوغاي اذا ميل بان كقرت مثلا نينك انجينير كمركو غورغا اسوغو ديسو بنانكا اسوغو كتاغان بو غورغا و خوكاي انتو يودن اوغي انت روح وقادهاي انت قال او يهاي سقلاها كويالا كورنتديسا كيف كيسا وحويا وكور قبا محايا لأنه الخالق بمعنى لأنه الصانع لأنه مهندس البيت دارت أسكا السمي رمك الله في رسوزامة رب سبحانه وتعالى أونكي سنة ورنب وحوقي هنينك السوح وصمي وحوق بيخامي علمك أقاب رب ملك قري طيب هل كان مرك الله مرة هايو هذه ربي سبحانه وتعالى وحو اوغا وانا حدانا ميل كو قوري خيلغو اوغا ان لوغو اب اد كو ابوري دونو خيلغي marka laga rabi hadu san ogalaanin in lagu abuuro maxaa is khilaaf ahay ilmigi sabiqa ahaa iyo waxa is khilaaf ee kitabadi inaad waxan basameen ikhtiyaaran minka oo lagu qasbi rabi oga meel bu ku qoray marka lagu ma qasbin وحد الصمين لهيد بانوغ أوجهاي والله المثل على مال بانكو قرتي وإحنا هادو ما خلاف فكرتي لأنه هذا الخلاف أنا بجاهلة مركو روح أنا نكور قديم بمال إسكا قرت صمة
ربي سبحانه وتعالى ما دام عالم بكل شيء هي علمه السابق المحيط بكل شيء قد أحاط بكل شيء علما علمه وقال ملك قري وحى إلهي وماشي قربا نمر دونتا إذن وحي ربي وين الثمين يسو إن حلي جيس ربي وحي أرضع وين ربي دونه حق النوى أبو روه فصح ديك الوحي أسقون قين هزوما إذن هذا القوم قصبين حساب تاسودان وأرين كا قرصان وسرعة هؤلاء هاسودان بواسر كا قرصان علم الله سابق بما سيكون وجملة وتزأدو أم أوجد ماذا كتب في اللوح المحفوظ لك ولغيرك وعلى غيرنا ورأو ما يجد وحو ربي الدوني دون ورأو ما يجد لكن شيء مركو دعو أياد أغانس ربي نوضوني سزمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إلى نكتة لغو فتوية ما أوجد إنه قرشي سنتين نكتة لغو فجن دوني ما دكتاي ما نكي لكن نكتة لغو فتوية وحال حقيق سنة إسهر ربي سبحانه وتعالى هذا كوربا إنه كقر في اللوح المحفوظ يوم كذا ساعة كذا في دقيقة كذا إنك تلو لك عدون مرك هوشا قدرك يقضه وسر ربي سبحانه وتعالى أوليه هاي أضغنا والقوطة لما وحكوية الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية قوطة لديها تاسوي الإرادة والمشيئة وأسكمت طيب مشيئة أنا عامسا مشيئة أنا عامسا إرادة دينية هي إرادة كونية قدرية وقيب سنتا مركب مشي هذا عامسا إذن وحي خير إلهي سبحانه وتعالى ودوني أسقى السمي وأن الله إضافين وأن الله آني شركة رب الله إضافين لما آني شريعة إنه مركب شيء الشركة رب أترني سبحانه وتعالى القرآن كي السنة ضبا صدح قابي أترني يعني مثلا إن لقى عبرو عموم المشيئة لشيء إن الله على كل شيء قدير الله خالق كل شيء وحكى صور ربي أبو راء أما الضوناب أما الورن هيا إذن قيبت الشركة أهيد مشي هذا عام كا إيا خالق نبدا عام كا إيا قدق ليسا لكن سيقوني شركي ربي نو أبو رلوان متحين وقاب ربي الله قطر يا الشركة مثلا وإذا بسان وأسلوب بسان قاب كاللباد الشرع قلنو يقنو حاوي إضافة السبب إلى المسبب إضافة السبب إلى المسبب إن شرك الله تيري إله مخلوقات كيسا بعدها كيسا قل أعوذ برب الفلق والله قرت من شر ما خلق إله وحو أبور الشر كيسا ليلي لما أرانين إله الشر كيسا لما دي لأنه هو خلق محايا لك وحالي من شر ما خلق شرك هو سببك مسبب كشركا أبوري بمعنى أما سمي أما أوكي من ياوي ومخلوقاتك مخلوقاتك يا أبوري الله إذن شرك وحاس سمي مفعولاتك إلهي مخلوقاتك شركة سمي أما اللي مادة إلهي أصور شركة ما أبوري إيه وحاس سمي شركة مخلوقاتك المفعولات أما فعل كشركة مخلوقاتك سميني شو سماه تانا شرع وايقنا عاركيسا بسم الله محمد حديث عبد الله عمرو في السنن روح بينك سيحان وي امر دلانت كدعه ارقه حديث لو اخذن جري اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه ويا عريس توسب لو تيري الله توسب لو تيري وحدبي الا وشر عبادي الا وحكم ان قال لي ادومي شركودا لو دهن الله الشرك ساكم ان نفس الشيء هو قرانك انت وايقنا وما اصابك من سيئه فمن نفسك حق الله تيرنا مخلوقاتك الله تيرنا سدا درت النبي يقول صلوات الله وسلام عليه والشر ليس اليك اله الشرك حق هذا لو ما تيرن كر ما يلي ادو ما سمين اي مخلوقاتك ابورتي با سمين مثلا زنده وا مخي وا شر بنت وا مخي وا شر ددك حق دره لو لاي وا مخي وا شر خيانه وا شر محرين إله باسمين أيضا ربي سبحانه وتعالى ربي أودون هوشا إنا يدعوه خلقا وإيجادا ومشيئة أولي هاي هدنا مورن كرتيد إلهي وأذا سمي محايا إلي ربي سبحانه وتعالى موسى سمين وحوشا وفلكا وكرع وسمي من مخلوقاته قبر يويل باس قطع قم إلهي شغلكم الله هوشا أيضا زما
إذن لابد قاب كان ولا قتيري قاب كسد حاد الرب لا قتيري أسلوبه سمعوي إن فاعل كشرك اللي حذف قرآنك واحد فه وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا مركضا به خير كل شيء هي فاعل كرب الله قديك سبحانه وتعالى أم أراد بهم ربهم رشدا لكن مرك الشرك اللي شيء محلي لا ندري أشر أريد وي روح الدوني لما شيء نايا فعل بفعل كله بني وأكثر لأنه فعل كوح الله واحد فهيا للتأدب إيوه إن إله الذي أدب صفي جناب رب سبحانه وتعالى قرآن كله كان كسوايا قلنا إن بلا ما أركيسا سورة الأعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ولا قال لحد فريقا كوح ضدك كم إذا هدى إله بهانوني وفريقا حق عليهم الضلالة هو واجبتي إله بكو واجب لا مدي يعني أسلوب النوع عاصي يقران كو شرك مركو ربي أطيرنا يا استعمالا يا صنب صدح ذا قاب أنا شرك ربي لا أطيريا صدح ذا قابنا وصدح قاب أو إذا بسن أو ما مصون لا أجازمي حقيقة أنا كترجمها يسوع ما يعني من بلاغة القرآن بكمتاي إن عمول مشي اللي هوز جي الله خالق كل شيء كل شيء خير يا شر وكثير لكن القرآن كو أركي ميسي الله خالق الشر كسهير ميسي لا في السنة ولا في الكتاب إن سبب كالشركة الله تري مسبب كيس حقيقة جاها ومثلاً الشركة الله تري مخلوقاتك الله تري مخلوقاتك إله بأبوري لكن شرك أيه كسف لي من شر ما خلق أوكله وشر عباده نفس الشيء إذن إيه مثلاً إن فاعلك لحته ومرك فعلك الله بني لا بد قابه والله وحية والله وحية إذن وحوي إلهي سبحانه وتعالى صدح ذا أفرت أدرج القضاء والقدر أولي هاي روح مسلم كوينه رميه مذ كمذا هذو إنكرنا وحاويان مسألة من مسائل الجاهلية كتشره قيوا كمذا وحا إنكري قدرية المعتزلة طيب قيوا كمذا وحا إنكر على شاعرة با إنكري وجبرية يكود عين يكسب يبلا يكود عين أذوها أبحن إلهي سبحانه وتعالى وحال أمنتا أدومي سموه سنقسبين لقوم الدرقين وحاطة مختار فاعلة وحاطة ثمينة خير أما شرع ذات دورانية إلهنا سبحانه وتعالى مسبقا با وقع وحاين الثمين دونت حلقة الثمين قابك الله سمين وقع سيان مركا لقو قسبين أو لقو درقين حلق الله قاري وحي أحما مركا الثمين لهيد رب شيء إنه بعدون هيا هدوسا رب الدون وحي دعم هيا أظن كنا محنقون أظن قصبان أو قصبان إنه ربي سبحانه وتعالى سده وشو بدل الرع إذا مكلف مختار نقول ما يسده حنقول إسا مجبور بنقول في صورة مختار إذا تاسه الله على الرعي ربي سبحانه وتعالى مركزه هالقوة لما ربي سبحانه وتعالى وحكى صوت ثمين لهيد جملة وتفصيلا هرام بوأجا وحوجا وملك قري هذانا وحوجا أردن بربي سبحانه وتعالى دوني إنه دعو حلق الله قط لجلي ربي وجا إنه دعو يهذانا دوني مرك حلق اللي قال ربي وأبو رايا فلكي يهوش بأبو رايا هذا هو لبضع الضمب وحيدا وكيهين إن روح مسلم كأم ابن آدم قو آمنوا إنه قسبين يهي بيدا وكيه وحيك لو دا وكيهين إن عقيدة حنا يكسوك شد آمنتو ربي سبحانه وتعالى وحسن أغي أما أوسن دونين أما أوسن أبو رايا إنه دودك عكر دا وكيه إذا وحو ربي أوسن دونين أما أوسن أبوه إن دونه كم أدعي كرو طيب وحسن أوجين نم أدعي كرو وحسن ملك قرن نم أدعي كرو أذونا هوش ربي سبحانه وتعالى أقر شيء ماشى قرن ودم بعض وافق إسا إن هذا وافق دنا لقوم قص من هذا دورتي وركوا إن تسوي طيب هذا ذي لهي إلهي وما دام وححي هاي حق أن أذو قد وح إن سمين دونه حلق أنا أن كل عدون محدودي دويدي دوال قصبنتها مركز هذه اللي قاعد يدوال قصبنتها هذا هو دون تنا تميسه ربنا ودي أود ثأر الله إسكال لكن حقوق أن دعوة هذا بقى هذه حمانة اللي يدي ذي خير كنا ما اللي يدي ذي نقنيس إذا ربي سبحانه وتعالى شيك الصدع يعني حكمة بالغ كلي هاي شر محد أنا ما بتشير بس يسمع شر ده محد يا ربي الله ما تيريه ولا هذا اللي وطيرن ما هي لكن وحاتره شر إضافية شر كإضافية حكمة كترته
dhan marka laga fiiriyo makhluuqaadka iyo waxay sameeyeen dhibka isku geysanayaan waa shar marka xikmada iyo ujeeduhu rabbi ka lahaa ee wanaagsan ummaddu inay kala muuqdaan in ninka wanaagsan uu caddaado inuu ka xun caddaado in mid kasta camalkiisa lagu abaalmariyo inay hawshu saa u socoto la kala baxo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir daar dambe lagu kala baxa ay jirto howlaha marka dhanka laga eegana waxa weeyaan waa khayr maxdi awey المسألة الرابعة والأربعون وحبك أقول دارا من إنتاس نكون دينين مسألة بس كوبان تاي وحويان الاحتجاج على الله به من مسائل الجاهلية وحوي إن لحجيستو إلهي لو حجيست به بالقدر مذبح حمانسا وروح مسك إلهي بقدر أقر شيء ومن مسائل الجاهلية ورأى السمية أو الدورتي إلهي كل ورق سن عن تربقة شكاية تصبح هذا دروي طيب من مسائل يحمق الاحتجاج إن الحجج تلو أن تعود على الله إلى دشيسة به بالقدر من مسائل الجاهلية محي إلي رب سبحانه وتعالى وحي قضاء وقدر هاو دونه لكن الدوميس رب وحي كدونه هي شرعا كدونه هي لا نتعلي هي وناقة ولا يرضى لعباده الكفرة سسامها فإن ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والله لا يحب الفساد وححن منكرات كوكو كيهين شرك كون أقوين هاي رب سبحانه وتعالى ما تشعله من دون شرعا ودينا موسى دون لكن حل يجي مرك الله قاله إنه دعو ربي ودون يونا أبوري سسامة محونا صاوي يلي أضومها قيبة كمدة يا وحن دورنا يودون هيبة رغبة ودي مرك اختيار كذا لود دين سان الله قسبين مال بينك قرنين طيب مركا ادو لكن الحجيجه تلقا يلي ما هي ددكو دور دو الى افر قيبود ويان مركا لما راهي الاحتجاج بالقدر قل يو قدر كي حجيستان لنفسي بو حجيسن لا لغيره وخطا اذا انك نوع عاس وحويان قدري عند الطاعه جبري عند المعصيه طيب وروح اسوي قدر كحجيسته مركو اسوي ذنب قالو حجيسنيا marka asaga lagu khaldamana ka yeelay ma hay mid tusaale gaaban ruux baa ruux dib u geysan ama alaab buu jajabin ama wuxuu budaaga haya ama khalad buu sameeyay waa lagu soo booday ilaahay baa qadar iska kaydaayo leh faraha laga qaadi nin baa hadhu asaga feeraha jabin war maxaa laga rabtaa muku yiraahdo ilaahay baa qadar ka yeelay ma asagu oo adigu hadday waa ku andacoonaysay markan isha kaaga istaagnaa ama lagu budaaga adiga maad qaadatid والله بقى فلي نينك أسأله يحتاج بالقدر لنفسه وينه أقلاده هذا مرك أسأله لدردرنا بقدرك أقلاد عرض إلما هذه بدلها يا حلو حارض وأود عد ويا الخلد ما أنا إله يبان قدر وأقول رأي إسكار الله وذاته ويا بري بعد ما ضحك إيش ذاك إيش عوك هاي دقيس ما هي بنجاني بكوجين هيا وأخلد ضمة وأخلد ضمن عاسة ترى إذن مركو طاع على سمايو وقدري وحولي أنا وناقة سمايو إلهي بي قدري مركا ومعصية إيا مصيبة إيا دنب إيا رب لب وقيسان والله قبسان وحولي وحاويان وان قصبنا مجبور بنا إذا هو قدري عند الطاعة جبري عند المعصية كوا أيقوا إسكا أباطيل وركود كوح اللبات وكوح أنفيرين إلى القدر لا في المعايب ولا في المصايب قدر كما بقى قلبا محجيستان مركو روح اسو دنبي قالنا حجيسن مهايو مركا اسغا لا غان حجيسن مهايو و خودنا و خو تيرن هيا روح انو سمي طيب واسحن يدن مكا لا فيلا كان وا خلدمين طيب روح مركا مصيبه كو دحدو اي سن بني ادم كو شغل كول هين و الله سبحانه وتعالى فلكا او تيريو كنا صبرو طيب markay musiiba ku dhacda ka timid xagga bini aadamkana waa inuu asagu iska baaro ma dambi asagu sameeyay ba hawshan ugu timid qul huwa min inda afusikum wa kula way ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsik wa inuu iska baaro qul yahnu asa wuxuu dhab wuxuu u tiriyaa ila al-abdi waxayna ku fiican ida asaa u istaghfaru tayib amma markay musiiba u timaadana fi'l abdi wa hawshu u tirin hayaan marna mana eegayaan qadarka dhan way ka saxan yihiin dhana waa wanaagsan yihiin إن حمانت إيو الدنوبت إيو الشركة دعاي من جهة العباد كيمت أيها الله تيريو حقنا اللوغو عذر دارو دان مكا لغا إيو عيو القدر إن ربي هرام بقرشي وكو في عيو
لكن إن مقادير تكون جاهدة في المصائب قصها بصناعة أي إنكران أضمنها إلا آدم وهو خلدني كوح لصد حادي وحاوي كوح يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعاصي مصائب تكتمت من الله سبحانه وتعالى إذا أضمنوا عن كل هين وقصة بران ذنوب تأيو قال أن إله أمتي ريانا يقع اسكتي ريا دنبدا فنا ربي بكوي ديستان وأهل السنة والجماعة طريقة أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بالقدر وامحي إن وحي مصائبة إي حق ربي كاقي مادة أذكو صبرته ونضو القادته طيب إلهنا سبحانه وتعالى إنه كارف عياد بريضه وحي الدنبي أذو أذقشنا أن ربي أترنا سبحانه وتعالى النفط أترنا سبحانه وتعالى ربي أكوي ديستان قرآن كرتيب تاسو عبر آيايا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك عليه نبي محمد إلهي وعدي وسوء يبوي سوى رب يوحد عيو رب هو الرب ويه أصل الدول قضاء اللي جاكسو ومع ذلك الذنب قال قشر ربه لا إنما محمد الله دمرا في كوديس إذن أهل السنة والجماعة معايبتا يذنوبتا يمعاصدا نفطوا يؤتيريان يوحي كيمد إلهي دمرا في كوديستان مصائب تكون قدرنا ويكون صبرا طيب صدح راقي بوضوي أما الاحتجاج بالقدر إن الحجوج في المعاصي ومسألة من مسائل الجاهلية قالوا وهي قانين وأنا من معجزات الله سبحانه ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا إن أرون دونان بان نبي الله شيء قل يا مشركين تا وحي أرون دونان هدو إلهي دونه شركي كان كمان ندعنين وندم بيغان ما أنان سمينين أيوان دهين ونهو شاكو دواقين برسول الله سيشيغي إذن بعد ذلك في سورة النحل كوي لهذين يزغرق وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم وسوع العليين وخطأ إن دم بيغي يخلط كآدق شيء أتقدر كلا أدا يخلط ويهي dambiga aad gashay iyo xumaanta aad sameysay sharciiga ku diiday oo ka reebay sharciigu wuxuu ku faray wanaag iyo khayrka walaa yarda li ibadihi al kufra wallahu la yuhibbu al fasad inna allaha la yarda an al qawm al fasiqin idan ilaahi wuxuu kooday ba la kariha lakum al fusuq wal isyan ilaahi wuxuu idin jecel yahay wahabba ilaykum al iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan lama ogola wixii rabbi diidana ee sharcan uu ku diiday إن أترى إلهي بعد دوني إن سمعي ورب واجع لي أضل كسكسو ولقيستاي وما الكفريات كي كوه الله دن هذا يسحينه وإليه إن إلهي سبحانه وتعالى إنت أنا وحن سمعين قضاء وقدر رب وقر شيئون وغيان وسمعين إنه مال بينك قرنتاي مشيء عاما نشرته وحقا يوجد واسحينه وحيث كو خلدبين أنا القضاء والقدر أي حجيستان أو معصية ذا إيه شركات كل حجستان أو إذا مربها دان وصمين هذا لك ما فرو يا هبا قرشي وقدري شوق مورن كرتان وذا دو ما شو حاكو بابا هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسألة الجهاد في سبيل الله ومحاربة الشرك وقتال الكفار والمجرمين وقطاع الطرق دين تو رماكو بابي من قصدمر كل حفر يستو هاوي كلها أو قال لماذا حفر يستو لهو كذي لو شاء الرحمن ما عبدناهم وذا دو بركة أكادية هوس عميس أنا وانتم بالله وسكوا يا عروت هذه هوس هوانك يا قرابة نبى نجوري بقى زبده لو شاء الرحمن ما قتلتهم برناي ورد مات سوزما يعني هو أمر أن سعوني نجح دون ذو نبى زكوا سعوني مركوا خلق وحجرنا ما هوش أيضا طيب إذن إن الاحتجاج بالقدر هذا حجيستاي ومن مسألة من مسائل الجاهلية وروحا لقاي لين حقنا أن كاسعوني شرعا قل في الله الحجة البالغة ولو شاء الله هداكم أجمعين أيوه لكن أبيسن شيء إن إله قدر يقال أصغان وحي أشيء ذي نبي إنا يكون حمايان صلوات الله وسلام عليه نبي أصلا ماذا إن إله بوحك استوى دون قدري أو قرشيها هذا وحنا نصمين إننا إله بقرشي أو قدر فرانا قدو وركاس اللي سو يستقيل جوابته وحوي إله سبحانه وتعالى وحي قرشي أما قدري قرصوني سرت قدرك هول كوتا لماها أضون بن آدم ومدح بنان وحرات هاي وحد أقول دورة طلق على حساب تبي سلا درت القضاء والقدر ثواب عقابكم حنو مسألة التكليف ومسألة الثواب والعقاب قدركم شغلكم لها
العقاب والثواب هي مسألة التكليف وحي كحرمت هاي اختيار العبد وطاقته وقدرته وحن ما هذا دورتي مسألة قصبي هذا دورتي عندنا كم قصب إن دورتينا لو كل بحر مصر ما يسام بس كده يسنفتا كورنيس ما رح حد نجد إله بقف الرحيم هو رد جليسه هذا دورتي وعسك عدوي وحي هذا دورتي بل وقول حساب هيا سأقدر تدبر وحيابها قدر ككون أنا خل وقول حسابين وحل وقول حسابي الوقوع عقابي أما الوقوع ثواب واختيار كذي الدوني الدلوي إلهي سبحانه وتعالى خصوصا اختيار كذا أجهر إيمان أدون مجبور على أن قنن مشيئة عامة الإيجاد والخلق ربي أقول هذا سيهو سيد أقول سعد هناك عدادان المخلص والخائن المجرم طيب نينك سنة اختيار كيس يقومني سبا اللود داي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طيب وحبا مركا يا أسكا قسم ولاده طيب إذن ومن مسائل الجاهلية هذا رتنين حجيسنا يا القضاء والقدر حجيسنا يا أي وحاويان وحكجر نوع من مسائل الجاهلية وأنا أسكجريسا أما حديثك أبو هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبو هريرة في الصحيحين اذكرنا يسان احتج آدم وموسى كدمنا آبهم باهريئها حديثك أسكا والقو هريري وإذا دهن ننك استميل بكل رفتي لكن أهل السنة والجماعة وحيليين حديثك محوطوسها يا إن روح الغو أيدين كرمرك روح الدنب السمايه دنب باكار دعي دنب مرك مصائب باكار رتبانت يعني دنب باكار دعي دنب باكار دعي مرك مصائب باكار رتبانت مجر وحان عديك كوكوصة بسن مهير مرك أمد كوكوصة بسن مهيان كل دقاء الله مهيان ومحاطة ويشيء يلوذب إستاق مهيان حتى بنت تبنى ومعول القمرنا لكن نبي الله موسى إيا به آدم مسألة نقاشا وحوها لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة بمعنى ذنبي آدم أوغل يجد عني وحكارة مي مصيبة وأمد إسلام كجنة لك قصصار إخراج ذرية آدم من الجنة ما حسبوها معصية آدم عليه الصلاة والسلام سوزامة إذن وحو نبي الله موسى أبيه كو إيدينا يا أبو مصيبة دنبي آدقا شيء مصائب باكارة ما أنا قلنا إيدي لبنوك يستمحطا ويش نبي الله آدم مركو حكو قد عوضي إنا جنالة كبحرا أنونا أنصف إذن نغض هران بيقدر هيدو قرش سنين بعد ما تاب منه إذن لبدا مسألو ومسألة إنقابك الله تحليلي أيا صحن إما دنبك أصلا إيسا النبي موسى كما نقاشي دنبك جيد لماذا أكلت الشجرة لما هي في طرق الحديث يا آدم أما يا أبي آدم كما هيسد لماذا أكلت الشجرة وعصيت أمن ربك لماذا خالفت النهي ما هيسد لكن حاول لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة إذن ومصيبة هي آثار كره تبنتي من المعصية إذن سيد موسى يلي نينك دم بوين قاله أما معصية كدعا كدب أن أمده أي في النكا قادوا لبدا وكسو قال يا مصيبة سيد موسى لدب إستاهي كرا زمان نينك أصنصى الله وقب صدنا وحوران كرا بعد ما تاب من الذنب سيد النبي الله آدم إن أن صاب إذن نغضو وحقر شاشنا وقدر رابو هاي وأنا كتبت كنا برايك قال إذن ابن القيم يا شيخ ابن تيمي واسكو خلافين حديثك ابن القيم وحولي هاي دنبقى مركات قرد عضو حقا نات كتبت كنتو هادو انتو ننسو رعليو كوكو ايديو والحجي سنكرتا قدرك يعني معصيات قرد عضي فتبت منها بعد التوبة باني يميدو اسكا لالاتش قدرك كل عرب والوافص عن تاي سيد آدم وكان فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه سورة طه بالغش إن لقته بتقبله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إذا النبي الله آدم والتويس مقرر في الكتاب أي تاي بوموس اسكا لالاتش قدرك كل عرب ابن القيم الكاس المرية أما ابن تيمي وحولي أما هي وحاو يعني القدر يحتج في المصائب لا في المعاصي صحيح
قدرك وحد حجيزان مركي مصيبك ودعو هو شو هو قرشي سنيد لكن دم دعات قشي قدر وحجيزان ميست هل كاسو ساقو مري لكن والسو كيني كرايو وحان ديه كرا نبي الله موسى موسى آبيه كوهي سنين معسيه وكتوبت كيني وحو كوهي ستي آثارتي يا مصائبتي كدلاتي معسيه دا. يعني دورك قابا أدو واجران ودنا واقو ورين مسألة المهم انت اينا كدين ومن مسائل الجاهلية وحاكم ذا معارضة شرع الله بقدره إن إله الشرع يسوع كتابك يسونا ذي الدينه وسود الشيء لجهر كينا قدرك إن القضاء والقدر هي الشرع والأمر اللي سكهر كينه طيب ومن مسائل الجاهلية طيب إن اعتراض يعني إله واحد وحرمي إنه دعانا وقر شيء سيسعانس يعني مرنا بهاش كله فن آيات كقرآن كي يكون هوش قدرك قدر هو مسألة خاصة إلهي سبحانه وتعالى من علمه وسره كمده أما قدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى سيد أحمد يجري أضها أول كاك بحد أمر كاكو يالا ينهي غاديه وكو حكومة إذن اختيار إي حريدنا والوزيي ألا دورنها يا شرك يا خيك لا دورنها يا إذن انت وحي قدم بيا إن ربي فناتي إذا بدرهو طيب قالوا الأغنى كواية قناة مسألة خطر وضدك غارك أي سمية مركا كفقوا إن إسكوهر كنت شرعي إلهي هي قضية قدر كيس طيب إلهي سبحانه وتعالى أبو اللهب أبو جهل إسلام إيمان لا إماذ كيد ومع ذلك رب سبحانه وتعالى وحوق قدرين إيسان رب الرومينين دين إيسان قضن شاكم بيش كجر تماء إن إسكوهر كنت قدر كي شرعي وخلق محايا إلي إلهي سبحانه وتعالى أبو جهل يا أبو اللهب يا فرعون يا غير كود يا قالوا خيارك كموسن قادر ضد حرة أو مسكح أو مسكح بنام بي يا رب كده جاي أود ورب قليه مؤمنين تو قال أنا قليه في الاختيار نفس الشيء ولا جسية هدي الجسية أديك أبو جهل يا فرعون يا أبو اللهب يا هامان يا قارون يا بوش يا نتنياهو يا شارون كلي رب سبحانه وتعالى وحوقا إني مرنا بيسا رومينين مع نبي الله نوح لغويري ها كو رمضان كهلا يكونول كونول ورخ ايضا بي لن يؤمن من قوم كان ربا سورة هود إلا من قد آمن لغويري بلو فرس انت هدق الرميس من نبي من نوحه تلك واحد دنبيك الراعي ماي رب سبحانه وتعالى يعني. علم الله السابق إن إيسان قال هذا كل ما تكفرك أيسان دين تقادن إن رب وعقا إن إيسان رمين ميل بكو قري طيب إن رب هوش وعقا آت كسر دعضي وأضوه باختيارك هذا هوش رب آت كتميد ما إلهي بدن بكله دن بكولا يعني ربنا وحن سنين بكو أقيا يكمنا قصبين وأنو كاور قبنا دمير وذو وركا وكاسو ريسو مالي ترادا إنك هو توسع لك كرت كوهايا قولي ها كمين كو وجه رسوغ هاي وركز وهايا كدي سي كدي سالا سو يا لغسي ورقه بسوبا الله سبحانه وتعالى والله مثل الاعلى وحا ثمان لهيد بو كسي اوغا و خوغا ميل كو قري ادو سو سو سوت و خو ربي اوغا او تيميد ادون لو قصبين خلط كما اني على مسادا درا اسكلي اينو غابين خلط كدا اسكلي هذا الله مويد يد مخان كو ديد الله دورتي طيب حكمة أنا كنت جرتين لهم كود ديدن بقى مركب وحي بعضتك إسكاقا قاسا مركب شرعي إلهي هي مسألة القضاء والقدر اللي سكور كيني معي يعني إن الحمانة سميسانة أسباب بيليدها إيمان كان لقود ديده وحبا كقيب قات إن إلهي سبحانه إيمان كي هداية كوسة خيرنا أسباب بي وسائل كقيب قاتة يليدها وهداية التوفيق لو يقانو يخدلان يعدم التوفيق لو كلا يقان إذن تاهل لقفق هذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نكو حيوغو لقدر يا مؤسقو إنو ديار ويا هاي هداية دي موقت هاي قال الله تركو ذا أيا كلا أسلوب وناكسن وكلا قب كلا قبسن مدبا يحرع أو موحو كتاقي يوحو عيرن من أنجرين زماها أبو الله بوكلا تبقى حميز بولو فرس قولوا أذير ويا هاي بودبات تاقيا ماليش إستاقى بسكيل عليا وكذاب ابن أخي وي رجح طور عيال معلمه كعين هيا ملك سو النبي قلت صلى الله عليه وسلم أبو جهل بنان كوسك تاجيه مرمر وير حناقو النبي قو بقوتيه موي بنان كيسو تاجيه يعني أيجي بس يكلا ترى
sidaa darteed gaalba gaalku nabiga uga daraa 180 muusa islaami gaalnimo ku dhintay in yar mooye farax ku tirsan mooye yaani baashu ihdaayuna asbaab bay leedahay khudlaanka iyo cadamu tawfiiqna asbaab bulay falamma zaagu azaaga allah qulubahum yaani khatmigu iyo tabcigu iyo ihdaayin lagu diiday adaa ka qayb qaadanahay ninna xogo waxaa ida baa ku sidoo usluubo asbaabti wasaailkii wallahi ma rabbi ruuxu sakhiraaya yaani hidaayadi idan waa in laga fogaado hawsha ayada ah adiga haddii aad muslim tahay alqada wal qadar hawl ku taalama waa sir ilaahay mana ogid wax kuu qorshaysan ilaa hawsha ay dhacdo ma ogid sir weyn marka ay dhacdana qadarku ashajaaca buu ku gelinhaya kalsooni buu ku gelinhaya ruuxa muslimka iimaan iyo kalsooni buu ku abuurahaya markaad ogtahay waxaan rabbi kuu qadar inuusan kugu dhacaynin wuxuu kuu qadarina marnaba uusan ku garab maraynin dagaalka madaxa u gelaysa xabadoo biiflayn baad timbanaysa maxaa yeelay tiil meelaad ku dhiman ma ogid waxaana marka muqarar fii nafsika adaad mu'min tahay waxaan rabbi marnaba kuu qadarin waan sigtay iyo sadaqa igu baxday iyo haddaan foorarsan lahayn madaxa qaadi lahayd sheeka raqiisa wey waa sheeka raqiisa laakiin asbaabta la timad waa laga rabaa iyadoo sidaa tahay haddana feeraha banne oo madaxa soo taag ma aha inaad asbaabta la timaado iyo wasaailka la timaado maadaama aadan ogin waxa kuu qorshaysan ma ogid waxaa laga yaabaa in qorshuhu uu yahay hebel maalinka uu dagaalamayo hadduu god galana xabadaha la gara mariyo hadduu feeraha soo taagana ha lagu shabaxo marka aduu ka muslim ahaa inaad wasaailka la timaada yaa ku saaran maadaama sirta ilaahay qadiisa aadan ogeyn dhihi maysa maadaama uu rabbi qadaray anugu feerahan taagahayaa lagaa yeeli maayo waa inaad la timaada asbaabta maxaa yeelay maba ogid ilaahay wuxuu kuu qorsheeyey matalan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu qadaray inaad maalinka hebla nooca noocaas aad xoola intaa la-egasho wuxuu kaloo qadaray rabbi subxaa irsaaqada noocaasa in hebel lagu soo mariyo yacni qadarka lafsi asbaab uu leeyahay wixii laguu qorsheeyey sabab buu ku imanaya inaad maalinkaa dhimataa rabbi qorsheeyo qadaray waxaa kaloo qorshaysan he inaad cudurka noocaa u dhimato inay xabad ku disho ama abeeso ku ruugto ama abris kula boodo ama aad tumooto uu ku kaasaa yacni rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qorsheeyey oo qadaray inuu xanuunka noocaasa kugu dhaco wuxuu kaloo qadaray inaad ka caafimaado xanuunka laftarkiisa caafimaadkii in wadaado tuftood laguu soo mariyo qadaray yacni caafimaadkii shifihi wuxuu ku imanhayaa bisabab xadiidkii fi sunna waa garanaysaan saxaaba nabi maxamedow ka waran ruqan kunnaa narqii biha watuqaatan nataqii biha wadawaan natadaawaa biha hal taruddu min qadari illah yani xadiid cajiiba wey wuxuu nabi maxamed waxaan ku weydiiyey tufmooyin aan isku tufnoon iskaga yeelna cuduraha kow dheh waxyaaba aan xirsiyo oon aqsanna ka waran iyaguna laisku xirsi xiro oo laisku daaweeyo iyo daawooyin aanu isticmaalo hawlaha noocaas oo dhanba qadarka ilaahay ma difaacahayaan oo wixii kugu soo socda ma kaa celinhayaan nabi wuxuu yidhi hiya min qadari illah ruqyadii iyo tuqaadkii tattaquuna biha iyo daawadii kiniinkaad sheegteed kulligeed min qadarillah macnaha xadiidku waa maxay waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inuu xanuun kugu dhaco wuxuuna qadaray isla marka haddana inaad ka caafimaado wuxuu qadaray oo daba dhigay inaad ku caafimaado baana dhowl allaqday ama irbad lagugu xaabiyey yacni waa qadarkii nafta shifihi baa sabab lasoo marinhayaa adugu marka qadarkii khalad ha ka fahmin waa ka fahmin uun hawl meel fadhido kugu soo baysa inay tahay oo sideeduba aan asbaab lahayn idan tufmadii wadaad baa qur-aanku u akhriyay waxba alla ka aabayn maayo kuu kala kugu akhri waxba kala aabayn maayo wadaadaa lagu jucin socon mayso xirwa maalin miskiinoo kugu tufaad ka boodaysa asagaa sabab loo soo mariyay shifaa asagaa sabab u ah nafsa shay wey idan yacni waa kelima jaamica maanica oo nabigu saxaabi wax ku fahansiinayo saxaabigu ma kale hiya min qadarila wuu fahmay bimacnaa asbaabta xanuunaha rabbi uu ku qaaday ummadda lagu caafiyo ee shufuhu soo maray ka mid tahay wahiya min alqadari aydan walaysa diya khaarija min alqadar ruqyadu iyo daawadu iyo tufmadu iyo asbaabta la iman ma aha wax qadar ka baxsan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inaad xanuunka xilligaa kugu dhaco wuxuuna qadaray inaad ka caafimaado wuxuuna qadaray inaad ku caafimaado bisabab ducaa in dacuuta biha haba inaad ilaahay ilaahay waad aragtaa waa wadaado dhanka socon waayey kiniin ka soo daalay noori isbitaal iyo maata waa ay dhammaysteen
آخر أمر دقائق إلى هو أرتاي قدر هوا شيء كفوش والله كفوش دعاء إن الحل قاد عيسى دوي قدر ريد إن كعاف ما دنا وقدر كل إن كل شيء خلقناه بقدر مركز الفهم إسا شيء كاستقدر بقصع الله هذا مركز دقن دبالة جيزا وين هنقول قنلي هراء أصع وركن دزوي شرعي إلهي إن هاسكهر كين يا القضاء والقدر وإنا هاسكهر سيد دقمة قريشة ونقول عناوش ومن مسائل الجاهلية وحكم إذا مصبة الدهري زمن كإن لعايو أو حلق اللعايو رقم بيقول هاي إن لباتوين كي مصائب ته إن بدون أي كم هذا وحقوت تين ترين حلقة بلوت ترين وسنة حن وسنة خريبا صم الوي تقنا بقنا إليه هو وما يهلكنا إلا الدهر ويقولون وحرن ترين وما يهلكنا إنما هلاجها إلا الدهر زمن كوحن كائن قيب دهري اللي جاده أو قيب شعية ما الدنيا جو تلا مدة أما اشتراك يدا أيه لها ين قرش وحين هاي عرب على هاي نسبة ضئيلة هاي ضد يربي هاي ضد كأن من سن إن زمك وحلاقة هيو خالق نؤس شرين إما لا حدة في العرب ضد آدو يربق لك بالله ما مرنين أنتوا ذكر خالق وآم من سنين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وآم من سنين إلا مسائلك وحكسر ابن المويل مسألة مسألة وحويان الملاحدة ملاحدة وركو ذوي قرآن كن إنبلا بوشك الله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين والسوء ازدبد بجرير وحينكر هيان إنه خالق بجره وحيليه إن الزمن كان هلاقي آخرنا آخر ما بجر تجده صبحنا مجر خالقنا مجر يعني ضد يربي أهين قرآن هو أدب أردي هوش أيضا وحيهيانا ماشي مجر وأن ظن يتخمين أي يكون عين لكن انتو ذكر وي من سنين القضاء والقدر وي من سنين البعث والنشر وي من سنين زهير النبي سلمى في ديوانه وحقوقنا وحقه لي أعماش وحقه لي وحقه لي يؤخر عمل كحمة ثميسي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي يعني وحد مو داود مسلم أو قبي هيا وحقه لي يؤخر دي بالوردي عمل كآت ثميسي يؤخر فيوضع في كتاب والقوقري وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب مالك ربح مالك يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين بادي بلا قدقي أما صام مائه أو يعجل في الدنيا فينقم مركز لقاء أرقوسن بالروح أما الدنبي أرقشادون قلوسوا دتجنا ولقاء شقين أما آخر يكوت الله سقعيد المسلمين تماعي من سنائين شاعر جاهلي لم يسلم بعده طيب او قال لما قد انت اذا وحويان وركنا سغا وورى نسبه ضئيله من الكفر العرب قبيهم وهي الهنا سبحانه وتعالى وهذا الهدي وقت بان لو بحن انا نروح اسكو ورسيا داريين بلا يلا وقل هذا لو يقن الملاحده قران كولا نقاشه وحاله ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقنا السماوات والأرض بل لا يوقنون وركوا أسكعد يعني وحاويا وقسمة عقلية منطقية روحوا الله ما مد أصو هرتوا الأبورنت وبنانك تجوكتا إن الأبورنت مدي كرتيد هذا بنانك جدود أبورنت هاي ما أضايس أبوري مسوار له أبوري وحاويا أضو اسمه الأبور أنا أصبر وابن هذا واسك ور شاكبر لي واسكعد إن الله أبورين على في قراءة نفسك بس أكتر إن لو أبوري ماشى ماشى كسب حظي ياكو أبور الله مرك الله ما طبيعة كور جيسو أما الدهر يزمن كور جيسو هذا كوت الله الله باكو أبوري يعني قسم صدق حظ إيمان الله إن الله أبورين بق تانوا باطل وأبورين تهيب لأنه عقل جديد هيو شيء كستو أبورين باني بوله قرية دزاي قرية دسم وحادس قال لك عدبا سميسي فرتن قرن عدبا قرتي يعني عقلك هذا كاديد إن الله أبورين عندنا وكو أبورين أو إسكتي ميت واحترام طيب إسكت شو قوي يا بنانك واحد كسر سوبي بودي أبدا مرك الله بذا قسم هذا باب إنه عقليا ومنطقيا بقى بلا جهين إنه إله خالق يا واسك عضه مرك الله مرك كل ورقة الدهر إيوه حلو ملاحدة الله يقانا وضد يرون فربنا
هذا لكن وياهن تبي ويصاب ضعيف قال هذا وضع يعني رجال بيت كي رجل كأدب يقصو بضنيا أدب يقصو بضنيا الصومالي دون وارد ويد يعني حل قد وردي محمد زياد بره ويقاتن فكرة فكرة وما يهلكنا إلا الدهر لا إله والحياة مادة شيوعية وركم وي ويقاتن طيب دولتي الصومالي حل قاجرتي ملاحدة يعني قال يعني مسلمين مزدنايد طيب وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون إنهم إلا يظنون إلهي و الفاد ذكر الله قاضية ذكر مرك وذكر أن وقت اللي بيحن كرين أي جاب فشلن با أسوون كره هذا لو حالت هذا بيا أكو أبورة تساعدوا مثل ما أبورين مصادات سابوري طول أنا سابوري وحدي وربنت نجد هاد سوريين ميني وهاي هاي لا يما أبورين سال لو أبورين وذاك عن صعيد كره هاي هوش مرك وقليه سمنية ها ملاحدة ها هندية هندية ها أبي حنيف كوكن عيا وكل ما يميز قولي أبو حنيفة الله النقاش مركز وحيد هذين إلهي إنه تشيره دون كان أورنا تبسي بحلو برينا بلامي أفر ساعة بغداد بين كنا نقاشينا وبيجا دنك عليك تشوفين وسوق دبي حافظ الصور ده المضي أفر ساعة مثلا الله بلامي وقدم دعي وسكت سوي مركو الله بس ساعة دبوا دعي بسوق أرض هاي يجي ودالن أو حقسنا أرض هاي حالي دوت بدك عرضت وار عفت أبو حنيفة وحن كل برا الحلقة هذا قد مريسة فلي باطاي نتوسون التبسي حلو إن ما يهو بلنتي كما تبدعين من عبسنين لكن دون وحن ويا دون عن صرع وبيجي وحن كسو قدام ويا دباج أنا ما أقع مزاز ها أنا وسكت وبيجي قركيس بوحن الوح صور داي الوح صور داي كوكلا صور داي مت كلا يمت الوحي وين مصابير بالقد وشيء دون وين بصور بحيوان صرع وين كيمت وين النقط حنا نضوع ياريس وحوالن باطاي وردونا عد سمينين أو لقى شقينين أو لوا فكرين أو لوا خبرين أو مهندس إنجنير لوا كينين أنا قاعد أقول آخر هذا معروف عندهم تدوه ما نقوله الله هي علوم عنا هي أصلاً هو قصده وحوري وحاقد درن إذن كإذا حنبور وردون كنا بالله ينبور لما أورين دون يرو صورة إسقابت معك شيء جزار الوح صورة إسقابت وسركبه ودون إزدياري صورة عيبة ديدن دين وعقلي إنه قادن لا أي هاي أدون كان رأني كلا الصعدة يحدقها يعرك يرلك يمراكب تن كلا وريج يفلق المير هي يأمضى سكر ركبان دون ذا نضم بحلي إلهي ما أبور وإسكت بس كقتي ميت أو إذا الزوب بوت إذن فبهت الذي كفر يعني واساس روح من هذا بعقلك زنو كبر شجع ما هم وقتها أنا عايز أبور عدل قدر جزن ماي الله ما أبور عدل قدر جزن ماي إيه وحوي أن سلب بارني ياكو أبوري مهما دون تزوي وحاكو أبوري الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله سبحانه أبو ريان من كان وركضنا واسك بلا شوي دتكنا يعني حاجة بعثك يسوع لنتا أفر مذهب أكو ترته حاجة بعثي أدل إيوه قل يا أقول هذه إن البعث الجسماني والروحاني وهم المسلمون دتك بين آدم كي مخلوقاتك وبين آدم كوب كي هاي أنت اللي سوع لنا هيو شركوا ذي إيوه نفط ذي اللي سوع لنا هيو والمعاد الروحاني والجسماني معا وهم المسلمون يعد كره على بعض النصارى. قل لنا وحيليهن روحان نفط بالسوء علم شرك السوء علم هاي. روح شرك يسمرنا وصون نقن ما هيو نفط يسيب صون نقن. وهم الفلاسفة وجمهور النصارى. يا صدق أبو أنا مثلا باطلة. قل لنا وين كريم بوحيد ما بتشرب بالسوء علم وما نحن بمبعوثين لا روحا ولا جسما. وهم الملاحدة الدهرية نمن قال وما نحن بمبعوثين وي. لا روحا ولا جسم وركودوي قليها أفراد وقليها قبة إن شرك لسوع علنها يو نفسنا لسوع علنين مذهب تدك قبة ما أرك لكن وقسم ماشي سكجد ولاده كيانان لكن صدح لمذهبه هوري والله قبة تطبع قبة المسألة 47 كفرهم بنعم الله وحاكمين من مسائل الجاهلية إن روحي وكو قالوا وكو جسارة وما كو أبا الحورة إله النعمة ديسة إضافة نعم الله إلى غيره إن الله أنا أم الله تيري إلهي جلديه سين نعمه الله تيري إلهي غيرك كقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها طيب يعرفون نعمة الله وحي قرواقسا ويأركها يان إلهي نعمة ديس رسولك يدينتو إني حق طيب أجيدان وفي قراءة أنفسهم بيكوغين لكن عناد إذا بضر يا خاي يدق أضيق بيؤد إنكرها يان وآيدوا حيل معانا قنيسا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون طيب
إذن تهوى معنو معنو حلقو فسرا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها من حيث الشكر نعمة إلهي أسيئة بقرواقسا هذا نوح يؤترنها يميلك لي طيب توق باسوري قلب أقاد وقرب وعرر هدان رواق لهين توقع وايق فرحان لها أي جهبل هدو سنقل لهين ونرأس ودع لها واردي هدان نسميزن لهين ساسي نقل لهين حيث جهبل بحال لفريسي أفا قال إيو أرك لفريسي يضي حرب باسا قدعي يعني نعمة إلهي شكر جيدي بين مالك لا هذا هيانا بعض سلف وكفر سري كقول قتادة هو قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته من آبائي مالك هو مالك يجي أبك سوغاري إسر ويحرفت ويأبائي بانك سوغاري بمعنى حوو إلهي بايزي إلهي بايقو قلد يستي دين تدرقها الميستا ميشو إلهي أمن أشكر إلها إما هنق لها أي مالك لا هذا هيا سلف وكفر سري سيد حديثك جابر من أولي معروفا ننكي وناق لسي يوناق فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكر نبا أبال الله قلي وحكروا كو أبال قدو واي خير الله قصي وناق سنتهي بكود ننك هو أبال قدي مبال لنفورين ومن كتمه فقد كفره حيو نعمات هالشيء روح أصابك وقوها عاتر والله يقاننا أنا قاشقي سني أكتف باناي والله يقاننا ماشي أنتقى وقراطور هاي ونما بقى عندك سوق قبتي ومشي وكان كودي وعندك كون نقضي أبا جسارها نقولني يعني أبا الكشك يعني تاسنا ومعقول لا والله معناه يعرفون نعمة الله وإلهي نعم كي يسمي الغنى والعافية والعلم والعقل والصحة هي النصر يقولها وي ما لك لا أترنها يا تبارك كنا إذا كبرنا أنا جحوه هوش ديارني خطة مدروسة أهيد ونول البل عليني وحبات أفوفيس ورمي إلهي باكاني نصر إلهي كان وي وحما نقم الله طيب هل كان لاد افغوبات قمن ما وهذا لو رغي زند انت يرتي ادو مرقها كوسن كل كل حتى تا وا ميد اما حق بي غرن هيان ثم ينكرون واكثرهم الكافرون لبدا معنى بو لا شيغا المساله الثانيه 48 كفرهم بايات الله جمله من مسائل الجاهليه وحكمه ان ايات الله لو كفريو الكفر بايات الله من مسائل الجاهليه القرآن كي يدينتي يومد المسلمين تيد إن لو كفر يا أما العاية ما لقى دعوة من مسائل الجاهلية هذا لركنين دين حق حقان هاي أما الدور هاي أما المسلمين تبقى يتسجنوا الدور هاي قال هذا كفي عنه من مسائل الجاهلية كفر بكتيرة طيب ده كمان أنت مسلمين تشجعان هاي قال هذا كفي عنك إذا سووا قيدين وكافر بالله العظيم مرتد جزوا ويوي واساس لكن روحوا إنه قيده بعض المسلمين أو كهله في مسألة معينة أو كقيده لكن هذا لسه استغسوا محاك رأي رابط العنق وين قبكوا إلى هذا ومسلمين تقال هذا ما أنت كفي عن هوستك حريق أنه هوستك حريق وين يعني الكفر بآيات الله وحق لها الطعن في آيات الله الطعن في أحاديث رسول الله الطعن في المسلمين جملة في العلماء جملة كلقات لعن هل سوي وأن لسك إلى ليه قل بالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون بالله آيات بالله عبري إن آيات مسلمين حديث ابن عمر إيا كعب بن مالك وحصوصتان إن أي قوليه منافقين يوم تبوك جلاهدين إيا بعض المسلمين ونكسناء وكخل دمي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء حلوات بالحلية النبي قال لما الشيئين قراء الله قال صحابة بالله قال صحابة هذه اللي قال النبي محمد الله صعدها هذه تزامة طيب نك دونها هي إنه كم عاد دهن دورا يجي عشوا كده دان سورتي دورا يجي عشوا دان سورتي بين الحمر راكم فرط هم لو دياك تنا يجي قبض دياك ما لقمة كرا دياك شيخ ساس هو يقول جرو يفق يوم ما أنتوا درب يجي دون أو وحيرسين إذا وع عيام بيرهدين إذا ما أنتوا مال بقدي إذا هذول نك دياك تا يجي عشوا وحاول أنا نزدقلنا هوي ودان سورتي إذن نينك صحابة الدورة هي رسولك أصعدا نينك مسلمين تقلنا وحوص الدين تأصعدا طيب إذن لكن وين هذا أسكا إلى لسول إذن ما دام صحابة الدورين ولبا قراءة العلماء وحكا الشيقين إلى وحكا عبري أطعنوا في صحابة رسول الله وفي قراء المسلمين إلا الدورين إنا إتاي أطعنوا في آيات الله وفي رسوله قل بالله وآياته
أبالله بلي وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني ورس كعدوه مركوين هكا أقبح آيات كربي جاي. طيب أدوغو التور ميلكو جاي سبا إلهي آيات كيسي وقرآن كي الدين تي مسلمين تي علوم هذا هكان نبات قالين أفكاد حشو عشو تشوك. طيب إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجل المجرمين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وكقسطن قالوا مركب وإن لا يسكي إلى علي الكفر بالكتب السماوية الكفر بآيات الله جملة وتفصيلا كفروا قيب كم إذا كورنا الشيخ مسألة كحكتون التاسعة والأربعون مسألة سقاش أفرتني السقالات جحد بعضها بعض آيات الله والذي يده باكمدا من مسائل الجاهلية مسائل الجاهلية وحكمدا قيب كفرة وأنا سيد كتاب بدن ياي قيب وحكمدا قيب بدعاء فسق كينيسة وأنا قيب يرى كتاب مسائل كذا كمدا أغلب كذا مسائل كفرية قيبنا وحاويان من وسائل الشرك الخفية سيد آيات هذا إن سومرنا هدية تفسيرك كله فسره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طيب توام هاي آياتها بركود هدي لديده إما من حيث الثبوت يين القرآن تاي ومن حيث العمل يين لقدقمه إن معنا وثبوتا رواية ودراية لو إنكر أي آيات ربي وكفره بعدما يكو عدته وش آيات أي قراءة سوغان أو آيات هاي متواترة وإن لسك إلى عليه. إذن آيات ربك قيبك من اللبينيو ولو قالوا بهاي مسائل خفية أو تأويل كان مويه وحكم إذا آيات ربك يقول لبيني وحكم إذا إن ترى مثلا قرآن هو مخلوق وليس من آيات الله يعني كلام إلهي معها أو صفة من صفات ذاته من جهة هي صفة من صفات فعل أو من جهة معها ترى هل سوي أو ترى هو مخلوق سيد الله أبوري مخلوقات كلام القرآن الله أبوري كمذهب المعتزلة وحاويان وجحد بعض آيات الله أما الكفر بآيات الله بإلا متاي لكن سلفكو ما دام الشبهات بدنية تأول بإلي ما دين قيبا كمدا وعور دارين معظم كونه وتكفيريا قولك النوع عازة أنا إنه كفر وعضي أما أفراد ويكلا قادين يا الحكم على أشخاص يا مسألة إن الحكمين قال لمتاي ويكلا قادين مسألة وحن لنا إن ترى كتاب إلهي كلام إلهي معها أما هو كلام إلهي لكن هو مخلوق آتر هذا القرآن مخلوق وكف بحد ذاته قولا واحدا عند السلف. أما قائلكم قد وقطوه قد وقط كل بقى قابكم يا اللي هي وحكمدة قول أشعرية كمدة قول أشعرية وحكمدة وحيدة هذين قرآنكم هذا آخر سنة يساني من سورة الفاتحة كب اللوضة برب الناس نقول لما هذا الفادي سورة نبوة مخلوقة والله أبوري لا بقول بليه إنه جبريل با إلهي كده أبوري إلهي با كده أبوري جبريل كذب من الفاد با وكه لجبريل أما إلهي سبحانه وتعالى القرآن كم معانيه يسي أيو جبريل فانسيي كذب من إلهي مهل لكره جبريل با كترجمي وكأفعليي أما الرسول ك أياط على عدو كشف الله وقع إلهي وحي كتري في نفسي كذب من رسول ك أمرك عبري إذا ورك صو أروري قرآن كذا خريدان عند الأشاعرة أما هو لفظ من ألفاظ جبريل أما هو لفظ من ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن عند الأشاعرة ومن كلام المخلوقين وفي قول عندهم وهو الأرجح وكلام من كلام البشر ولمحمد صلى الله عليه وسلم ورك مرك إن هذا إلا قول البشر يا أشاعرة وأسكفر رسام هيان إلهي كنقاشين قرآن كالفاديسة قرآن كان الآخر استئيو نبي محمد كيبا فضل بضن لا صعو جوهر التوحيد كتابك اللي يقول أن شرحي سباجول أوليه وحاكو قرآن إن قرآن ك إيو نبي محمد ونبي وفضل بضن صلوات الله وسلام عليه ومخلوق مخلوق مخلوقات كان نبي وفضل بضن مع سلام هل كاسي اللي قاعد سوزاما يعني وكفريات لكن سلفوا باعتبارات أخرى
ما إسن كتك فيرينين أرنت أيضا شبهات بدن إيه شهوات بدن أيها قلي كدب ولو عور داري لكن مسألة ما كلا إيران إيريو إنا يكفر تاي شكل أول خص ما كلا دعو هلا هولا صلى الله عليه إلهي سبحانه وتعالى كلامك ربي جي قرآن كان واقصنا ومن كلام الله لفظا ومعنى لفظا ومعنى حرفا ومعنى الله يذكر سبحانه وتعالى مركا جحد بعض آيات الله يذكر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض جحد بعض آيات الله وحاكم ذا إن اعتراضه يعني المسلمين تو عباداتك خاصة روح سلادي سستون كيسي حد كيسة وأنه أقول له الدولة أنا وأكو أقول له الأحوال الشخصية طلاقة هي نكاحة هي جورك هولها وأقول له لكن هولها مامولك حدود الأوفيو جناياتك طيب جهادك شرعي أها علاقات الدولية كفر إن لا تعلمه دين إن لا فافيو الأمر بالمعروف هولها أسياء شرعية ودنا مايا ما أنت دوني مصر كما صعون يسوع وحين مركا كصعون يدوني وين الله إني ما أنا وحكي أنا 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 كادين أما كم يجرو يعني واجحت بعد آيات الله كفر وقال لهم إسكيل هذا إذن إن الدين توضع قالته يا إنا ودي دم حاود حي ادخلوا في سلم كافة واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك نبي محمد إسكيل قال لي يا مشركين يا عربي يهود إن يكافد نيان وحو ربك وقوسه دجيه وحي رقم ذا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا قرآنك عبارات كي سأفرس ما قد حيون إلهي كبان أبورت أما أدبان شكت أما أدين تؤقن بس أما أدفوضي صوت إسكاريك تشاركي قالوا يكسو ساري مدح على بسارا وصوي إعلامك اللوكيني نيوك بلوكين مجلس أمي بالغورفريسين والغوص عبين حتى يهود الوكيل حاخاميها الغوص أورورين بوبك الغوص أورورين كربا الغوق هذه هذه وساعد الغوء أمس ونقص كل سكوت لشين أو كاسة وإذا لا تأخذوك قليلا وين ولولا أثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا قرآنك هو شو وعد يدك ورجيسنا هذا جيسن وركا إسكا إلالي ادخلوا في سلم كافة هذه أود هذا ملتري أما علميات أما رقان أيرتهاي أنت الأودنا كل رقان أنت كان هالعلوم إسكالال لبق أحوال أسبوع قصة ما أنت وحنا أودنا كلية إنن مثلا إن يرشع يا كذا رقان وح كلام رقاق تنكر أنت أن أودنا كل رقم إن أنت كلام وان أمانة وحك شيء من لكن أنت الأودنا كل رقان تو أنت كذا أودنا أتكيت شيء قط أما آت هذا ما يلوم بعنو حلي كان شغلكم ليهن قال ما أقوله كم تشره إيو أدون كمان تكسر عن بيسو لقمة قد كرري رو برجل بيت كفر كلوه وقال لما كلي دين أنت أودنا كل دقن أنت أودنا إن الدين هذا كميت هاي قد أمس وما دوا عدى أنا كي أتشجن بل أمان وما دوا أقول كان رادع إن لص عيو أنت كان إلى دقن كلي إذا هوش يعني لو وصل ولا جالس كإعلان دب تروي دب تروي معايا لي بريها عندما تاسع صعود مذهب العلمانية والكفرية والطاغوتية وما طلقة قدها هي وحنا لقفة إذا سندالي ده يسود دالين المسلمين الصومالية ويسود دالين لبعض تنصرم بحبت كسعودي مرك ححد بهايس روح مرك هذا يححد وقباسنا حتى وحجارها اللي هلا يدلو تصالح قبل نك أشتر الأورنجري أبو مالك يا مالك نك الأورنجري أشترها يا عبد الله بن الزبير والله منه آذوك نمن على الله ذاك أولي بتدقلم بلاية هاي نك الصلاة ذاك عاد بكون دقلم الجري نبنا نك لو قدرها يوم الجمل بيا عبد الله بن الزبير وهو يدي الدفاع هاي عائشة أم المؤمنين يا أشتر وين رئيس لي نك استوى الله بس يود بكون دقلم يسوي دقلم هاي يود دقلم هاي إنبا ميت ميت حقي سلواي ninka sanay safiis oo dhan banana ka lo dhigay abdullahi waa laga tuuray asna waa laga tuuray gacmaha isku la tageen abdullahi intu xana qayb uu qtuluni wa malikan tu isku duubay aniga malik bin dila muslimiintu wallahi allah haya laana xaxni ba qabato u daal ruux mar waxa jir heer aduu daalo u dhiga xataa aniga la idilo
waagi hadda ee fidnada Soomaaliya ay bilaabatay 19 wada hadda sigiska wax ku gagato jooga oo dhul baanta ya Morianta uu qayb ka mid ah qabtay xalay bari wala wadiri la socoq yaasima akhriso bari ma kala gaaray wala iska siidaay xabsiga lagu celiyay haddana usbuuc bay ku hayeen quraanka akhriso tooxiiso maanta gowracaynaa wuu dala naftu dhamu nacay maalinka dambe markay dhawaa ku dilaynaa oo sii daayay ku dhagay ori dilan naftiga qaada gaal bay dhalay dilay buu intoos ku duhalay hadda nafta laga gooyay yeeli may mar dambe dib u noqon may laanu ninka ugu daalay naftiga qabta yaa ruuxu wuxuu gaarayaa heer uu yiraahdo nafta laga qaado idan marka waxaan uga jeedaa Soomaalidu 20 sano xabad ku socoto way soo daashay waxay iskaga baahan yihiin wuxuun maamul ah gaalada ha maamushe waxay iska rabaan xoogo traffic meel istaagan iyo isbitaalo camiran iyo maamul kala dambeeyay xoogo nabadgelyo iyo gaal baa haysto uqtuluni wa maalika may taagan yihiin iyo ninkii wuxuu ahaa dhumaaday nafta laga qabto yeeli maaya maad dib leey cilmay idan xaxdi bay taageen tii bay marka niman siyaasiyiin ka faa'iideysan hayaano calan aan jirin iyo dowlad aan jirin iyo kufriyaad iyo gaalnimo bay ummadda ugu yeedhayaan shacabkiina maadaama oo mana naftuna hayso uqtuluni wa maalikan ay leeyihiin bay daba yaacahayaan iska ilaali hadda koor waa idiin sheegay waxaa idin idhi in dowlad islaam ah oo khilaafa islaamiya calaa minhaaji muxamedin sallallahu calayhi wasalam la dhisaay عند الجمهور هو واجب بعض اهل القبله وحيليه ان انغو نينكاست اسلامك كو دقمو او حقوق لا كلا قاطو او حدود لا كلا اوفسدو او المسلمين تدكو اسكو دينتا اسكغا واتا او نينكاست حقه وروحه ولاك كقبا او سييو بدون محاكمه ولا قضاء ولا هيئه شرعيه باب بنان او واجبه دوله لما باهنا مسلمين بالي بعض اهل البدع واهل القبله نوانا وحيليه إن دولة إسلامية على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح الأساسي وواجب وهو صحيح ودود نوع آيد لكن وحان مرن لهين إن كفر لقدعه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كفر إن لقدعه لما أقول في جميع الأحوال إلا في حالة الإكراه سوصاما إذن دولة علمانية oo xuquuq masaajid dadku u ogalaato xajkana u ogalaato xuquuq furriinka iyo guurkana u ogalaato inta kalena tirada maya nidaam reer galbeed iyo reer yurub iyo dimuqraatiyo iyo sekularism iyo calmaaniyo iyo diin la'aan baa lagu maamuli hawlaha naga iskala wadaaduhu tuf iyo taxaliil masaajida ku adkaadeen janaa'ista ha tageen hawlaha uweenka ku tufeen hawlaha noocaas waa kufri bixdi waa gaalnimo marka gaalnimada Soomaaliya lagu sacabin hayaa waxaan laga faa'iideysan baahida ay u qabaan maamul iyo kala dambeyn uqtuluni wa maalikan marka kufr lagu dhicimahay gaalnimo lagu dhicimo waagay Soomaali qumareed waxay dhigteen waad baahan tahay baqti looma culo hadaa dhiman dhererka la iska duwa hadaa naftu ka baxayso dhererka la iska duwa hadii kaasi ninka reeqo raxiiba la kor iyo xaji inta naf baxay yaan la oranay ninka reehebel baa madax dhulka la dhacay asoo naf baxay madaxa kor loo cajiyo xoo gobnimaa la rabaa sheekh waynu inaanu baahanahay kaliya naar iyo dab iyo kufri shirka ugu dhicimayno dowla aan islaamiya ahayn aan khilaafa islaamiya cala minhaaji muxamedan aqbali mayno inta aanu taa ka helaynina muslimiin baynu nahay soomaali baynu nahay intaynu awoodnayn diinta kaga dhaqmayn laakiin gaalnimo u yeeran mayno wuxuu inay kala cadaato ama wadada uu wada nidaam islaamiya jumlatan wa tafsiilan maya iska tag anagu gaaloobi mayno 20 sano aan baabi weyn baabi mayno adoon gaaloobay inaad dhimato iyo inaad adoo xurriyad iyo gaalnimo dhex jooga aad dhimato ka khayr badan hadal ka shikada idinka gaaloobahay hadii hawsha ka shikadaan muslimiina idinka gaaloobay iska ilaaliye baashi yaa laydiin qarin warku war iska cadweeyay yaa shaq muumin hadda nimanku aan musiibaan arkay marka waa ban shakiyay ba shaq inna lana raji'un bari waxaan u maayay ayaa ku soo darsaday adigu wuxuun baad akhriinaysaa xaalku caadi ma bimaana culimada allahay ragga waa talabadii magaalada weeye masaa'ilka la wada waa fahmaya
مسائل كخلاف وكبناني هاي هي مسائل كان خلاف كبناني وفهمها يان نبغي معاذ وحكور يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت وقطعت وحرقت معاذو إلهي أشرك يلك هبل اللي قدلو هل اللي قبو هل اللي قوقو محاكا دنبي وإن صوم الري الحكم والتحاكم والتحكيم بغير كتاب الله إنه يهي كفر يقالم وين وحين صوم الري هناك فرق بين التحكيم والتحاكم والحكم تحكيمك وحاوي مسلمين أي تحكيمك وحاوي دستور يا قانون يا شرع أنك الله كأهين إن لقى شرع دكتو أو إن لقوا كلبحو لا أقول هذا وتحكيم وحان حاكم يا كلبح كدقني وحان إلهي كتاب كيس أهين هي تحكيم هذا هو تحكيم تحكيمك بمجرد وكفره فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك هذا هو التحكيم أما التحاكم وإن أذق يا أنو لبدي خصمي أي نكوك لبحانه ميل عن إله كتاب كيسكا أهي وذا دوب وينو صمالي بالله كدقو ومرك أن شرعي وكوكو حكمينين أي أنو كفر بحد ذاته ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا هذا هو التحاكم أما التحكيم فلا وربك محاكو سهري الحكم حكم كأسقوا وكدوا لبذا مسألة وكفر مطلقة باتفاق السلف مرن ملا مسألة مسألة خلاف جوحاوي مسألة الحكم وذا دهنا وأسقوا قسان قليها جديدة اللي يقان مرجعة المشايخ والصوفية والأشعرية يإصلاح يا أخوان المسلمين يتحاد كهبسومي ما فانسنا ويكون قسان تهي أنت أصبا وكفر شليني مسألة الحكم وحاوي بغير ما أنزل الله كفر دون كفر ابن عباس ابن مسعود كفر مطلقة صحابة أسكو خلافس وحانا وهي في صورة همك الله تصويري وحاوي مثلا دولة ودولة إسلامية حاكمك وحاكم يقادو كتابك ربي يمسكو سارين يهي صحيحين كبخاري منهاج كمسكو سارا لكن مالي مالمها كمذا أي حقوق وحقوق يميد ولا أبقالي ولا هبقدنا قالت بنا كده حسوا وقتي زما سو تشرين قاضي ميشا فديي ان الحكم فانت ما نوجد شيء ابقى لي ابقى منكم كعسني طيب ايه ما حنقول ربا ان الحكم فانت قاضي وحو نوقدي لبدا قبل مد كمد نوق خور انت ان ادرك مانتا انت لغا حكمه او علمها دوغي لها الله له بابورك او حكم ولالكا كتابك او روغي اياد او اركه ايو ايو كليخدي او كوري خوري حكمان ادو خاين باتي توق وحاصل كو خلدنتهي خولها وحا اسغله نينكن ريب لين قراودنا وذاك لغا حكم محمود هيا ان كتاب الله لغا حكمي شيخنا او داعد يحي ورماده وي كي لو حكم ان محمود هيا ان كتاب ربي وخ لوغ حكمي لكن قاضقه في جزئيه معينه واحد رشو قاطي لا رشو قاطي هو قاضي من الاحاطه ان ربا قاضي في هذه القضيه المعينه أصور النظام كوداتك أويا لا هي شرع القدر ما هي في المسلمين وفي المجتمع أويا كتاب رب جاي هذا أنا خلاص كا واللي هي مالك اللي جفيانا بنا وداك مالك اسمه جاي بس حابة أسكوها يعني مكفر يبقى مجرد ودين تلاقي قبحي مسوى كفر دون كفر في هذه الجزئية بحوري ابن عباس وكفر دون كفر ابن مسعود وعلقمة ومسروق وجماعة من سو حدا وكفر بحد ذاتي معايا لي وحو مسلمين تقطوا سهيا خلاص كا أسكو اسمه دين تأقبت دينته بكو افترون هيا إلهي بكو افترون ومفترع على الله وعلى كتابه ظلم يخطأ سمي أو كسعة أيون شرعيي إذا هو مشرع في حد ذاته وكافر بليه ماذا حين الله قادوي هذه المسألة ومسألة دون أن كترين قال لي مسلم أو ميل فرد أو كتابك ربك جملة وتفصيلا وحكو حكومة مال مال حقور شوية لا يجب توقات الليحية دون ذا كمتره وحكتر الدنيا التحاكم والتحكيم لبدا مسألة محاتر هذين كفر بحد ذاتي وحل صوض الصومالي الله وضع وحاوي هذا كورنا كتري إمام الكبايدة بكتري جيجيجا كتري جابوتي كتري ملابدا بكتري وحاوي إمبراطوكول إيه دستور أي برلمان دجيين
waddanka iyo ummadda lagu maamulo waana maxay? Waa taxkiim maca taxakum. Waxaan rabaa inay dhallinyaradu fahmaan, hoosta hoosta waxaa u degan, korkaasa ugu filanba, intaa koraba igu filan. Tuug la soo ergistay oo khaa'imiina oo shuruucda iyo qawaaniinta iyo dawaaqida daaquudka dejiyaha jira oo khaas ah oo loo soo tababaro nimankaasaa dejin, kuwan baarlamaankana way un musaadaqeeyaan. Waxaana mataraan bakti wey idaa almihim daaquud iyo qaanuun iyo dastuur kitaabka rabbigay khilaafsan ayaa la rabaa in miiska la saaro. Wahuwa taxkiimu qaanuunin yukhaalifu sharc allah. Kadib maxaa ku xiga ummaddu inay ku kala baxdo? Wahuwa taxaakum ila alqawaaniin. Wixii waad fahantin bay la tahay. Haadihi qaybta noocaasa waa kufri mujarada ogeysa waaweyn. Lam yakhtalif min almuslimiina fihi ithnaan. Hawsha ayada yaa idinka hoos bixin. Hawsha ay soo wadaan shariifkii saaxiibadii oday cabdullaahi hadda ka hor uu waday geedii nuurcadana ay ku fashilmeen taasay ahayd. Horaana waa looga horreeyey inay siyaad barre aadan cadde hebelka cabdirashiid muxuu ahaa madaxweyne cabdirashiid kulli waxaasay wadeen. Weligeed soomaaliya ma soo marin inta fataarikh lagu hayo. Allahum boqoradii hore ee uun 300 sano ka hor muqdisho iyo meelan xeebaha fadhi jiray ma sheegi karo. Intii laakiin towrad baa dhalatay iyo xorriyad baa la qaatay anugu wareeriseen. Weligeed kitaabka rabbigay lagama dhiganin taxkiiman wataxaakuman. Taxkiiman wataxaakum markii la helo oo taxkiim iyo taxaakum wadaada u aada hesho ayay timaadaa alxukm bikayri ma anzala llah. Hawshu idinka hoos bixin. Marka sharciga ilaahay miiska la saaro oo muslimiintu isaga ku kala baxdo xaggana loo xukuntamo ayaa qaadigan u dhiibanay marmar leexin karaa susaa maaha. Maalinka uu qaadigu leexiyo baynu leenahay alxukm bikayri ma anzala llah ku dhacday ma kufri ama soo kufri maaha. Marka in diinta o dhanba loo manjaxay masale aan la gaadhin baa iska ee lagugu sirin. كفر يا طاغوت يا قالما واوين بالله صودا مسلمين تو افي ادم بوينو غورتغان دوقيد الصوماليين قبيل يقوس وينو سنحدين قبيل يقوس وينو سنحدين الى هي كعب سدان امده هدا ان دا ادلاعي خيوبا او بخرير هيا كربوني يا توشان تبر بدنين بي وتان انت يرت ان لغا دمين ان لغا بختين هدا انو اوغو دونهي غودكي اي هدا كور لوغو ريداي صوماليا هدا كاسو بخايسا هلو فرو غوديان دب لوغو علين طاغوت يا علمانية يا دستور يا قانون يا ديمقراطية ومبادئ كفرية باتفاق السلف مرم لها وباتفاق علماء العصر دي بها لغو نقضي دينتا يا يعني الذين وررين باهيدا يا صومال أبا أنت يا النظام أون إيا كالا دنبينا ذاتك وقفة إذا سنة يمدها اللغة ديو إنا حسن أوران لها warka war fiican weeye laakiin ilaahay baa ka jawaabay subxaanahu wa tacaala. Suuratul kaafiruun maxay ku soo degtay waa taqaanaan. Nabi maxamed oo xoogaa intaadii aan isku darsan aynu dowla samaynna musharaka taqaasumu sulta waa sanad annaga nala shaqey aduguna aan kula shaqayno quraysh ha israacdo carab ha noolaato ha xorowdo aanu isla soconno. Ilaahay muxuu yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma ilaahay baa ka jawaabay. War tawxiid iyo iimaan khaalis ah iyo laiskuma dari kara calmaaniya dimuqraadiya kufri iyo dastuur hawshu waa inaan laisku qasin. Masaa'ilka inuu ka heshiin karo waa masaa'ilka fiqiga ee farciga ee khilaafiga ah. Waxaanu ka niqaashi karaa jaadku beryahan aan dayno iyo yarkaadino iyo aan mamnuucno waa masal khilaafiya ijtihaadiya. Sigaarka aynu mamnuucno u yarkaadin ama soomaali way baratay xoogo bal ha la waaniyo wareegtadu ha dambayso ummadda ha la towciyeeyo ha la hanuuniyo tarbuunka ha la geeyo waxaan ka hadli karna wey. Laakiin aan gaalowna sanadkan iyo maya sanadaba aan gaalowna kama naqaashi karo. Sheekh Muumin labadaa masale masaladu kala tahay anugu waxaan umaynayaa intaa ka badan ma dagaalami kare aan ka baxa casharka. هاي يجوك تقولهم